والدونسلايتس وعملياته. انا مش هعمل ده كله يعني، ده كله بتروحه هنحاول نخلص الادوات النهارده. لو قدرنا ندخل في اكيوت دونسلايتس هندخل في اكيوت دونسلايتس. اوكي قبل ما اتكلم على الادينويدز لازم نتكلم فهمنا على الاناتومي. دي الميزه اللي عندنا في الدكتور مشكوره ان هو الصبح شرح لكم الاناتومي بتاع النيزو فاريكس. فالمفروض دلوقتي انا مش هشرح، المفروض اطلع صوره وانتوا تردوا. ده سيرجيكال سيكشن الفاريكس بالكامل. فاهم ايه سيرجيكال اصلا؟ ايه الفرق بين سيرجيكال والكرونال انكسيا؟ دي حاجه وصلت تمام؟ ده سيرجيكال سيكشن من اول هنا من اول سكال بيز لغايه صوت الفرق ده ايه؟ تمام. هنا المفروض الاقي كوبلينج تحت ايه؟ بس ما عرفش افهم الدكتور عمل شغل ده نفس منظر التاني سيرجيكال سيكشن بس ده واحد نزل كابلينج نزل فارنس. انا جايب الصوره دي ليه؟ عشان دي متاخده من كادافيرك سيكشن. هنا ده السكالب ده هنا ده السفينويد تمام وده السوفت بالت يبقى المسافه دي ايه؟ حد مش متخيل ده انت مش نزل فارنس؟ انا بحاول اقلل الكلام على ان حد يقول اي حاجه و... دي الفتحه دي في فرصه وراها ايه اهميتها؟ انتوا عرفتوا الكلام ده ازاي؟ على فكره الاوبرت برايم من الاسئله المشهوره جدا في الريتم الصعبة من الاسئله المهمه لو انتوا بتجمعوا اسئله يعني. ايه الفيسيولوجي بتاع النيزو فارنس او ايه الفانكشن بتاع النيزو فارنس؟ انا خلاص مش هشرح يمكن قدامك. هو انت كان المفروض تقول لك قالوا بالكامل الكلام قبل اي حاجه. ايوه صح. واحده منهم ان في حاجه سكند تيوب، سكند تيوب تعمل بوزيشن اوف بريشر في الميديت اير. ايه تاني؟ لا ما كانش بالفانكشن، كان عندهم الفانكشن. النيوز فانكشن ده بيعدي منه ايه؟ بس ده يعتبر جزء من الابر اير واي. متخيل؟ حد مش متخيل كده؟ بلاش المطلق ده. اذا نعمل اكزينيشن نزل فرق زي نشوف ايه؟ اما بريجيت اندوسكري زي اللي انتم شايفينه ده، ده السيت بتاع الاندوسكري. اوكي؟ تعرف لو بصيت هتلاقي لو بصيت على اللي هو اخر واحد تحت هتلاقي منور بالظبط على السي بوت بتاع النزل فرق. تمام؟ في عندنا حاجه اسمها فليكس ولا اندوسكري. اوكي ده during examination كان عندنا احنا في العياده الخارجيه منه بس comfortable. ده فيديو مش بس الاندوسكري الاكزامينيشن قصدي. انا هعدي دلوقتي عشان بس الوقت عشان الدكتور يفكر شويه. او اخر حاجه بتصير الاندوسكري تمام. فده نقط الاجابه في الاسئله. لو حد اتسال حاول تكزامين الاندوسكري الكورة يا اما اندوسكوبيك ريجيد اندوسكي يا اما فليكس اندوسكي يا اما بوستيريور اندوسكي. تمام؟ ده فيديو عايز اقوله لكم يوري ازاي اعمل بوستيريور اندوسكي عشان انتوا مش هتشوفوا هنا ومحدش من النهارده بيعرف يعملها. فبس يبقى انتوا خدتوا فكره ازاي بتعمل ازاي. ده تانج ديبريسور ميتال تانج ديبريسور دي مراية البوستيريور لانجوسكي. دايما الحساب لازم فيها تو كيرفز بتتحط بوستيريور بالسوفت بالت وال والدكتور كده يشوف منها من خلالها النيزو فارنس. طبعا مش هتشوفوا كده اللي هيشوفه هو الدكتور بس تمام. بس انتوا فكره ازاي بيتعمل فاهمين ازاي بيتعمل. طبعا انتوا مش طبيعي السنه دي ولا بشيء تمام. وانا طالبين باكزامينشن ده كان موجود في الروابط من كام سنه الكلام ده. بس ما ينفعش ان انتوا حد الدكاتره يسال على برنسل بتاع تيست معين او برنسل بتاع اكزامينشن معين مش عارفينه ازاي بيتعمل كبرنسل مش دول. حد يعرف الفرق بين المرايتين دول؟ اللي هي دي سائلين الامتحان
معانا فالراجل خبره يعني دلوقتي كله هينقع عليه كده. الانجينير ده الفرق. اوكي؟ جاست ان هي هي بس دي فيها تو كيرفز ده بتصير على المسلم. انا مش عايز ايه؟ مش عايزكم تعرفوا اي حاجه ازيد من كده يعني. المعلومات اللي انا عايزها اجيبها لكم صوره مبسطه سيمبل زي النوتس بس ده اللي المفروض تعرفوه مش اكتر من كده. دي الصورة دي المفروض لسه الدكتور طالع يشرحها لكم دي متاخدة بفليكسبل. تمام؟ يهمني ما تعرفين شكل الأديونيكس النورمال. اوكي؟ هتلاقي فيها الفاروز اللي انتم شايفينها دي. يهمني لو تعرفين فين أول ستار سكند تيوب تورس تيوبيرس فصة فروز المور. في أي حاجة من قلتها دول حد مش شايفها؟ في حاجة من قلتها دول حد شايفها؟ أقول أليسون؟ ها؟ طيب أنت متخيل احنا فين دلوقتي كده بداية؟ هو عدى فليكس ولا نزل كافيتي أوكي؟ وقفنا عند الكوينة، الكوينة دي اللي هي عبارة عن إيه؟ بصير أوبلي وبنزل كافيتي أوكي؟ واقف كده دلوقتي بفليكس فاحنا شايفين قدامنا ده بصير وول بتاع نيزو فاريكس وده الروف بتاع نيزو فاريكس. عرفت المكان اللي عرفتش مكان متخيلة؟ دايما هتلاقي النيزو فارنس يمين وشمال في دو اوبننجز. دكتور معايا؟ وهنا في اليفيشن اللي هو التورس تيوبيرس اللي هو ده الاليفيشن ده بتاع السكند تيوب. اوكي؟ ورا الاليفيشن ده هتروح هلاقي فص عبارة عن زي فولد يعني هو الاليفيشن طالع في النيزو فارس داخل جواه وبقى في هنا كده زي فوت صغيره مقفوله. فوت دي هي اسمها فوت سفوز المر. تمام؟ دكتور هو باقي الليبلز دي علينا ولا باقي الليبلز اللي هي مش عارف دي وفرنجيا الاسمنت ومش عارف سفنج وفرنجيا فوت الحاجات دي علينا ولا لا؟ المهم دي انا بقول اللي هم الثلاث حاجات اللي هم عارف فين فين بتصير والروف شكل الادينويدز سكنتين اورفيس الفصه فوز المر بس. طبعا بدون سؤال ايه ده؟ حد يقول عشان حد يكتب نفسه على الصوت. مش حد قطعني؟ مش انا والله بس مش سوفت بانل اخيرا من حد متخيلين ورا ايه ده؟ ايه السيرفس ده؟ معلش انا عندي سنس ان يور هيرنج لوس يبقى عنده صوت ده صوت ده صوت بات اوكي بس ده النيزل سيرفس مش الاورال سيرفس نفس المنظر هو هو نفس المنظر هو بس ده ريجن بس مش فليكس فالريجن دي جاي لي جزء من الصوره ايه الفتحه دي؟ تمام؟ السكن فيو وستيل وول والمفروض لو انا دخلت ايه هنا كده في الفصه دي دي فصه فيها موت. يبقى الدرس بتاعنا النهارده الاديونتس. دكتور هو في الصوره اللي قبلها الاديونتس ما يبانش؟ الاديونتس مالها؟ يبان ولا ده جزء منها فوق ده هو عندنا هتلاقي عنده شويه قديمه في النص ده. لا الاديونتس فوق. الاديونتس يبان ولا لا؟ اه هندخل دلوقتي نشرح الاديونتس تمام؟ هتعرف مكانها فين؟ ويبقى شكلها ازاي؟ وبعد كده بقى ارجع مكان تاني للسوري في الاخر، تمام؟ متخيلين ده كده نزل مع بعضه يعني ده يعني ده بتصير ده بتصير رول ولو بتاعت شويه بالريجن تسكر فوق هشوف هنا كده الروف بس ده النص الشمال بتاع نوزو فارس اكتب مين مش مين انت عارفين ده لما نكشف على يمين يمين هو شمالهم وشمالنا هو يمين ايه دكتور مش فاهم انت قاعد لما نكشف على عيان مش فاهم الصوره دي ازاي عرفنا شمال ايه اللي انا شفته هنا هتبقى شمال او يمين السكند تيوب صح السكند تيوب هنا موجوده فين السكند تيوب في الطبيعه موجوده فين موجوده لاتر يعني عندك واحده لاتر هنا وواحده لاتر هنا لما اشوف واحده ناحيه ايدي اليمين انا يبقى دي شمال ولا يمين العيان؟ شمال بس
متخيل لما تقعد قدام اي حاجه انت باصص لي دلوقتي مش ايدك اليمين فين بالنسبه لايدي، ايدك اليمين هيجي الشمال. ده كلام بيزك خالص. تبقى الادينويدز اوكي اللي هو اكيد كلكم اي حد في العيله حد قريبه عنده وظاير لحميه سمعت كده عن لحميه اي حد اي عيل عنده اي حاجه يروح للدكتور اطفال بتطلع صباح عندك اللحميه مسؤول عن ده. اللحميه دي ممكن تسمى نيزو فرينجل او بالتاين تونسل او فرينجل تونسل تفرق عن البالتاين تونسل بالعربي. البالتاين تونسل هي اللوز، الفرينجل او نيزو فرينجل تونسل هي اللحميه اوكي. حد يقدر يقول لي اللي احنا فهمناه كديفينيشن؟ اجريجيشن. انا قلت تمام بيحصل فيها ايه؟ هايبربلاجيا للفويد اجريجيشنز سفشن تو برودوس سيمتومز. ممكن الناس ما عندها شويه هايبربلاجيا بس ما عندهاش سيمتومز. الساين بتاعها على الجنكشن بتاع الروف وبوستير نيوز بنجر روف توقعوا يبقى سن السن بتاعها يبقى دايما انت سنتين ل 12 سنة. تفضيل. ممكن حد يشرح هو لسه قايل لك دكتور عبد الله. لا دكتور دكتور جدا. دي كونس نيس فينشال سويلنج. يعني أي سويلنج خصوصا في الأطفال أول حاجة أفكر فيها اليوم. دايما أنتوا لما حد بتسأله في الأورال ده سؤال تاني على فكرة برضه يشرح لكم الأسئلة تحبوا جمع أسئلة. ديفينشال دايجنوز أوف نيس فينشال سويلنج. دايما طالب صغار اول حاجه الناس مش كرسوم لازم يديه اصعب حاجه الاول هي اول حاجه الادرينالز وسببها بيبقى ريكارنت او ريسبيرتوري تراك انفكشنز مشهوره جدا في الاطفال اللي بيبقى مال نرش او في الاماكن اللي فيها اوفر كراودنس زيها زي اللي بس طفل ما بيتغذاش كويس قاعد قاعدين في اوضه خمس ست عيال مع بعض ما فيش اي نوع من التهويه يجي لهم كلهم واحد يجي له برد يقعدوا يتبين كلهم خاطبين بيه كلهم يجيبوا له الوضع يقلبوها مع بعض كل واحد يدير اللي بعده يدير اللي بعده يعني يجي حاجه واحد يدير واحد تاني. ريكورد انفكشن دي بتاعت هايبرتفي في الليمفويد تيشوز. الدكتور لسه حاجه زي كده هايبرتفي سب يصير ليمفويد اجريجيشنز. دايما لما يجي لكم سؤال من اول رابعه خمسه وسته عشان السؤال ده عمره ما جه قبل كده لما يجي لك اسم ديزيز هتكلموا عن ايه؟ ولو في انت مين الوضع ده؟ لو في كومبليكيشنز تتزود عشان دي مهمة جدا دايما الاسئله بتيجي من اول سنه رابعه تيجي ديفاين كومنت محدش بيقول لنا نجاوب ازاي. لما يجي لك سؤال ديفرنشال دايجنوزز هتكتبوا ايه؟ كل الامراض اللي هتكتبوا ايه من اللي احنا قلناهم دول مش هتكتبوا ايه؟ ايه اللي هيتكتب من دول؟ لا لا انا مش قصدي لا لا عايز بس كده صعب كده شويه احنا بنتكلم على عناوين كده تحت السؤال من اول الديفينيشن لغايه التريتمنت هما الدكاتره اللغه الكامل ايه اللي احنا عايزين منها؟ ديفرنشال دايجنوزز الكلينيكال بيكتشر اوكي والانفستيجيشنز بس مش انفستيجيشنز بس لو جه سؤال ايه وطبعا بنتنوميليت الوضع ده ايه الحاجات اللي بتسببها وكل واحد بيكتب بريشر وريسبونس فاكت لو جه سؤال تريتمنت بتقول ايه؟ تمام؟ لو جه سؤال مانجمنت عشان الدكاترة اللي ورا مش سامعين، لو جه سؤال تريتمنت تريتمنت بس، لو جه السؤال مانجمنت من أول كلينيكال بيكتشر لغاية آخر الدرس، لغاية آخر التريتمنت، كل اسمه مانجمنت. إن غلطة شهيرة جدا طالب من أول سنة رابعة، أنا عاوز أقول لكم ده إحنا بنترمي في الميدان ومحدش بيقول لنا نتصرف إزاي، نكتب مانجمنت نكتب تريتمنت. وده اللي اتعمل فيا وقفلت في سنة رابعة ونزل المجموعة.
يعني السؤال المين كان مكتوب مانجمنت اوف كذا انا حبيت بيبر فاهم ده صح. فلازم نتكلم على الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر يبقى فيه حاجتين بالظبط سيمبتوم وساين توقعوا شايفين الطفل ده شايفين ادمايت كبرت ازاي؟ هي عم جنكشن بتاع الروح والسينوس نيجر روح قفلت النيزوفانس. احنا قاعدين فيسيولوجي او فانكشن النيزوفانس ايه؟ ما شاء الله يا ابني شريط الرجاله في طاقه من النيزوفانكس يحصل له اوبستراكشن اول حاجه اشتكي منها الطفل ايه؟ انا لو خلاص واحد ممكن اعرفه لما عايز اصحهم يعني هم بيردوا سرعه والله مش كده طلعوا وقت القعده دي والله هي اللي في الاخر بتاخد النيابات الولاد هم واخدين ربع عدد نيابات هم واخدين تقريبا نيابات وبعدين ترجعوا تشتكوا على كده ان الدكاتره بقى كلهم بنات دخلوا على فكره البنات دلوقتي دخلوا الجراحه العامه وبقى اكثر من الولاد يعني بقالهم ساعتين كمان هينوا الانف والاذن مش هتلاقوا مكان بيقعدوا فيه. هو في دكاتره الحمد لله الحمد لله محافظين على اسمهم لغايه دلوقتي ما بلاش ولا دكتوره بنت اساسيه يعني يكون مستقبل عشان كده تلاقي برضه تلاقي كان في انف واذن كبيره دي ماشيين متفتحين اول حاجه اللي فيكس اوف هايبرتفي تمام حصل دلوقتي الادينويدز كبرت قفلت النيزوفانكس هنبتدي هنجمع الفانكشنز منه فانكس يبقى مقلوب فانكشن نيزوفانكس انه بيعدي الهواء هيحصل اوستراكشن افكتس نزل بسطرش طبق اول حاجه ولا ده هيفتح بقه عشان يتنفس تمام يتنفس من تحت مناخيره هيجي يطلع او يجي ياكل وفي صباه في الاكل ليه؟ ليه بقى؟ لان هو مش عارف يتنفس وبيتنفس من بقه اثناء اي حد فينا كلنا واحنا بناكل اثناء البنك احنا ما بنتنفسش لازم الريسبيريشن يقف بيحصل لنا ابنيا اسمها أبنية وصاوي يعني حصل لنا أبنية عشان نعرف نبلع كده ممكن في وسط بيبلع زي ما بيبلع عايز يتنفس هو مش قادر مش قادر يستمر من كده يبتدي يحصل شوكينج أو يبتدي يحصل مشاكل يفلس اسبيريشن فيبقى عنده مشاكل إيه في البلع تمام. أنا شكلي اشتغلت بس كده على فكرة متحيز قوي للدكاترة الرجالة السنة اللي فاتت كان عندنا راوند كان فيه كان كله هناك ومعانا ولد واحد بس في الراوند. الراجل ده كنت برضه اشرح له جوه لوحدي يعني. وبرضه هم طلعوا حاجة أحسن منه برضه سبحان الله يعني. لأن الراجل كلوزة أنا عارف الاسم ده غريب. والحب. طب كويس. أنتوا خدتينه عارفينه برضه؟ لا 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 لا. هو أنت ما شفتش الراوند ولا إيه؟ فانا هي كلوزا اللي هو ليزا تون اوف فويس يعني الورق هيتكلم كده هيبقى مصمم كده بالظبط انا هتكلم كده اللي هو مكان النيزوفانكس مقفول تماما مفيش اي اير بيعدي في النيزوفانكس فيبقى الكلام كله بيولي ورا الكاميرا اللي هو بالبلدي هتقول لك هتقول لك دور ابني نخنف طبعا هيبقى في انتي نيزل ديسشارج ممكن يحصل له سكند بكتيريا انفكشن يبقى بيرن يبقى في فيتر فيتر بورس باير بودر وذا ماوس ليه؟ هو ايه الصف ده يعني ايه شويه الصف اللي ورا اي كلمه على فكره دي ايه انا بظبط بحب الانتر اكشن فانا هفضل اغلس عليهم كل شويه كده وطوله وبلاطه براحته خالص ده احنا هنا عشان نتعلم واللي هو فكره الطب كده وانتوا رحتوا البيت عشان كل واحد فيكم يفتح الكتاب او يفتح البرزنتيشن اللي كلهم مصوراه عشان يحفظوا ويدشوا مش في الاخر الانسان مش هيجيب نتيجه هو الطب حلاوته يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي هو مش صعب هو صعب شويه بس يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي واحد فتح بقه اللي هو نهار يتنفس من بقه حصل دراينس بيحصل انفكشن بيحصل دنتال كيرس يبقى ريح ما بتسوحش بس
وستراكشر سليب ابيا الدكتور كان قالها في الاول خالص. ده درس مهم جدا 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 بيجيبكم في اسئله الريتن عشان تبقوا تجمعوا اسئله الريتن. وستراكشر سليب ابيا ده هيدي ليها درس كبير ومبلغ مش حاجه كبيره. بيت السيمتومز احنا كنا بنتكلم زي ما فاتت فيكس هايبرتروفي. ايه افكس هايبرتروفي؟ لما كبرت حصلت ايه؟ تاني حاجه نسدت الستيكن تيوب مظبوط؟ هيحصل له ايه لما نسد الستيكن تيوب؟ ايوه وغاز ميديوم سكيوجن كان زمان تسمى سكريت وتاكس ميديا بس دلوقتي كل حته تسمى غاز ميديوم سكيوجن. السكريت ده خلاص اسمه سكريت بطل يشتغل. طبعا بتعمل كوندكت فين بص تفتح عيش سامع يبقى قاعد في المدرسه المدرسه بتشرح هو سرحان هو مش سرحان عشان هو مش مركز هو مش سامعها اصلا هو مسقط الكلام اصلا. ممكن يجي له ريكوردكس ميديا قاعد اي حته في الجسم اللي تحفظوها زي السكيورتكس ميديا زي الميكروسيد وجود اي فلويد مفيش برينج بيحصل له سكند بكتيريا انفكشن في اي حته في الجسم. احنا كل ده الافكتس اوف هايبرتروفي. الطفل ده ما اتعلمش وقعد مده طويله يحصل له حاجه اسمها ادرينج فيجن تمام؟ رجعت حفظ فانا انا كاتبها بالترتيب وبحفظه ايه صار اول حاجه هتلاقي بقه مفتوح. لا احفظوها كده بالترتيب عشان ما تسقطوش حاجه يعني ده الترتيب واحد بقه مفتوح اول حاجه بقه مفتوح تاني حاجه هتلاقي القواقع القرنيه بقت بروميننت هيطلع فوق شويه هتلاقي الابر ليب بقت اليفيتد افتكروها باللينجي هنلاقي على الشفه الميكويد سكريشنز اكيد دي شفتوها في المدرسه حد شفتها في الاطفال كده صغيرين في المدرسه ودول غالبا ما بيكملوش معاكم او ما يوصلوش بيه للطب. انا شاك بدا يوصل. بعد كده هاي قرش اتبلغت. اوكي يبقى احنا ابتدينا واحد فتح بوكو سنه باينه شفته بقت اليفيتد عليها سكريشنز واتبلغت هاي قرش اتبلغت. هاي قرش اتبلغت ليه؟ ليه اتبلغت هاي قرش؟ ما مش واقع حد يرد. باينه حبيبيهات كلنا بنتولد وعندنا هاي قرش اتبلغت. بس يورين سابلينج وحركه التانك المتكرره على الهارد كارد بيحصل لها ريموديلنج بتتعدل بتبقى بالشكل الفاينل اللي احنا فيه كلنا فيه دلوقتي. الطفل ده بيضطر ان هو يتنفس من بقه فعلى طول التانك بعيد عن البلح وحتى غير ان الفيدنج بينتربت الفيدنج عشان ياخد نفسه فالافكت بتاع خط التانك على الهارد كارد ده بيروح ما بيبقاش موجود فالريموديلنج بيفشل فيفضل هاي قرش بقى زي ما هو صغير. اوكي؟ دكتور معلش تاني. كلنا بنتكلم هاي قرش بقى تمام؟ الموفمنت بتاع التنج ولمس التنج للهارد بلد في الاول العظم بيبقى صوت مع كذا مره خط التنج في الهارد بلد بيحصل له حاجه ريموديلنج. يعني هو بس بيعاد تشكيله. بيبتدي القرش ده يبقى افلات افلات يبقى كيرف صغير يبقى اللي هو بيبقى فينا كلنا اي حد يروح بيجي يفتح فوق يبص للملايه هيشوف القرش بتاع الفلد. لو شفت ولد عنده اليونتس هتلاقوا قرش غريب قرش الكيرف بتاعه بقى بالظبط عامل كده. طب ليه؟ عشان على طول فاتح بوكو فالافكت بتاع التنج على الفلد بيبقى بولش هو طول اليوم فتح بقه بيتنفس صاحي نايم فتح بقه بيتنفس من بقه حتى اليورين فيدنج الوقت الزمن بتاع الفيدنج بيضطر يعمل له انتربشن عشان ياخد نفسه من بقه واحد. نطلع على الفلت شويه يبقى النالو بيتش انتير نيرفس وريسيدنج جو فانتوا خدتوها من تحت لفوق هتلاقي انا المفروض ده تريك بحفظ بيها لو حد فيه اي عنده اي طريقه ثانيه براحته خالص بس المهم عشان ما تسقطوش حاجه انا بتبتدي من نقطه لو احنا بصينا عليه من بروفايل كده هتلاقي زي ما فتح بقه كده والجو داخل لجوه شويه بس هو مش عارف اعمل كده يعني عارف انتوا مش اكيد برضه شفتوه لما هتلاقوا انتوا زي ما بس هتلاقي عيل طول ما عندي
او لو انتوا مثلا جيتوا الساعه 3 والمحاضرات طولت. دكتور معلش يا ريت احسن من كده كمان. ايه نارو فينسد انتيريو نيرف؟ ايه الانتيريو نيرف؟ اللي هي قدام. لا لا مش الدكتور يعني ايه فاهم جبت حلاوه قوي كده يعني. الانتيريو نيرف اللي هي فتحات قدامانيه. تمام؟ هو عطاني كده. فكل ده المنطقه دي كلها هتلاقيها في لاتيني. هتلاقي هنا هتلاقي هنا هتلاقي الفولز دي فلدي هتلاقي الليف الليفيتد وهتلاقي الحته دي عامله كده اهو تمام اوكي في نفس الوقت هو رفيع قوي. هو دكتور كان في دكتور قبل كده قال لنا ان هو زي وش غرنب يعني. ماشي. اه بجد على فكره الحاجات دي مش بزار الحاجات دي هي دي اللي بتخليها نقطه المذاكره لو عشان الواحد نفسه كده الكتاب اللي باص فيه 24 ساعة تاني حاجة هيفتكر وهو في الامتحان في الأوضة هيفتكر ممكن يخش الأمن بس ما تقولوش طبعا. بعد كده اتكلمنا على الفيكس والبيرف. آخر حاجة أباثيتيك لوك اللي كنت لسه بتكلم عنها لو طلبت لو هتفهم شوية في آخر المحاضرة. تاني حاجة الفيكس والكالت انفكشنز. واحد بيجيله كونستراكشن قايم في الاوبتيكال تيوب وقايم في النيزوفارينكس. اتوقع يجي له ايه؟ يجي له ريكارنت سينسايتس، ريكارنت اكيوتيتس ميديا، ممكن يجي له فرنجايتس، فرنجايتس كونتاكس، اي انفكشن يبتدي يجي له ده سورس انفكشن، ده ورم في مكان سورس انفكشن، كل الحاجات اللي حطيت فيها حواليه هيبقى انفكتد، لو كده او الودان كده سينسس كده الانجايتس فرنجايتس كونتاكس. اخر حاجه الجينيك افكتس أو complications. الشخص اللي أبدينا ده قلت لهم ده مهم جدا جدا لازم أبدينا مذاكرين كده. لكن في الآخر هي ميزة الأنف والأذن في الآخر هتتلم هتلاقي المواضيع مش على بعضها. يعني هتلاقي الموضوع بتاع النهارده أو الكلام دي طلع منه سكريبت أكس ميديا طلع منه الشخص اللي أبدي فأنت هتلاقي المواضيع مش على بعضها. نيوتيونيك نيوريسز دي مش نيوتيونيك نيوريسز اللي هو inability to hold the urine during sleeping. أوكي؟ دي مشكلة مشهورة جدا والمشكله دي الاهالي ما فيهاش هيلث اديوكيشن صح بيفتكر ان الولد دخل في مشكله نفسيه يبتدوا يمسكوا الولد يضربوا فالولد يجي في مشكله نفسيه اكبر ممكن يزيد اكتر يبقى في سكن سايكولوجي ما بقاش فاهمين ان الولد ده في مشكله. تلاقي الولد قاعد بقاله ثلاث اربع سنين فتح بوقه ونايم وما فتح بوقه وفي سنورين واحنا سايبينه. هو من كتر ما هو فاتح بقه بيبقى النوم بتاعه وحش جدا ويدخل حاجه اسمها اوبستراكت سليب ابنيا. ما ده تقدر ده شعب لو انت لما تيجي تذاكر درس اوبستراكت سليب ابنيا الطفل ده ما بيكونش كفايته من النوم ما بينامش نوم ساتسفاكتوري. سواء هو نايم هو مخنوق وهو نايم وهو صاحي بيبقى نايمان على روحه من النوم ما بيعرفش ينام فممكن هو يورين سليبنج التون بتاع السفنكتر يروح التون بتاع السفنكتر يروح بيدخل من فين النيميس ده اللي الطفل يدخل عنده عنده ادينايز ويدخل سكس ابني ويوصل من تيونيك نيوريسيس ده طفل عنده معناه نجلكتد بعمر واهله سايبينه تماما يعني عشان يوصل المرحله دي وللاسف للاسف ما زلنا بنشوفه لغايه دلوقتي واغلب الاطفال تعرضوا للفصام الحاله دي غالبا اهلهم بيضربوهم لانهم اصلا مش فاهمين ان كده غلط هم متعودين بابا ومامته كلهم كلمين في بقهم ايه المشكله يعني دايما بيبقى شاي فريندلس دايما مكسوف من حواليه سواء من شكله سواء حتى من ريحه البودر بتاعه. واخر حاجه يحصلوا من دانس وسكول ريتارديشن تمام؟ يحصلوا حاجه كونتاكت فري نص تاني حاجه لسه بقولها الولد ده اللي هيجيله سكس ابنيا ده عنده هايبوكسيا الولد ده عايش في هايبوكسيا البرين مش واصل له اكسجين كفايه ندخل بعد كده في الساينز بعد كده انا مفكر في السيمبتومز اتكلمنا عن الفيكس بتاع هايبرتروفي اتكلمنا عن الكارد انفكشنز اتكلمنا عن الكومبليكيشنز اوكي لو في اي حد عايز في اي وقت يوقفني ويرجعني يقول لي دكتور معلش هو ايه الديفينيشن بتاع الاستراكت سليب ابني؟ لا خلي الاستراكت سليب ابني لو فتحناها دلوقتي مش هنخلص بس انا مش فاهم الفكره قوي يعني من كوتر الهايبرتروفي بتاع النايت تمام الاير واي بيتقفل الولد هو نايم غصب عنه بيحاول ياخد نفسه
من المناخير، وبالذات الاطفال، الاطفال اكثر نيزل بريذر مش اورال بريذر زينا، احنا ممكن نفتح هنا وناكل هنا مفتوح، ده بالنسبه لنا اسهل واحنا كبار. في الاطفال المشكله دي صعبه قوي، وفي البيبيهات هم اوبليجاتري نيزل بريذر، ودي هتاخدوها في بيسوبنوستيموس او تصلب. فهو غصب عنه بيدخل في اتاكس اوف ابنيا، يعني الطفل ده وهو نايم نفسه بيقف تماما، يجي ياخد نفسه ما بيعرفش ياخد نفسه، يبقى ممكن يوصل يبقى في موفمنت في الريسبيراتوري ماسك بس ما فيش هوا بيعدي. دي اسمها اوبستراكتيف يعني سانتا سليب اثناء النوم ابنيا اللي هو عدم التنفس. هو ده بيفوق على طول ولا بيحصل له ايه؟ بيدخل في حاجه اسمها سايكلز، بيدخل في سايكل بيدخل في هايبوكسيا بعدين هايبركابنيا، يحصل له اراوزل فيرجع تاني يتنفس كويس تاني، ممكن يرجع تاني بلانتري بعدين يرجع ينام، يحصل له هايبوكسيا هايبركابنيا يحصل له اراوزل. هي دي رسم كامل هتاخدوه بالتفصيل جامد قوي في الكونستراكشن بعد السن. تاني حاجه بينت بيكتشر ساينس، انا مش شفت ايه يا دكتور ده كل ده الطفل بيشتكي منه او والدته بتشتكي منه، انا كدكتور لما اجي ابص على الطفل ده هشوف ايه؟ لانه فيشز خلاص انتوا عارفينها انا مش هشرح تاني. اعمل ديز اكزامينشن هلاقي ديكريز او كول ابسنت اير فلو، هلاقي الطفل اصلا داخل تحت ابوكو، ولو عملت اكزامينشن للاير فلو سواء بحيث البوتم او الميرور ممكن مفيش اير فلو خالص او الاير فلو بقى ديمينشت. هعمل انتيريور نوسكي، يعني انتيريور نوسكي؟ هي انتيرنوس بص على النيزل كافيتي راينوسبي راينو يعني نوز اوسبي اللي هو اكزامينشن اكزامينشن ذا نوز انتيريا من قدام. فاحنا قلنا بوستيريو راينوسبي انتيريا نوز ده الصوره اللي شايفينها دي انتيريا نوز. المفروض هلاقي ايه؟ هلاقي اللور بنشل كان فيه نيرس وهلاقي ميكوت الشرط. انتوا شايفين مني؟ ولا شايفين مني؟ حتى لو مش رابط. بعد كده ممكن اعمل بوستيريور نوسبي. انا ليه بشرح بوستيريور نوسبي؟ لان انتوا مطالبين الطفل يمتحن الريتم، مطلوب منكم ان انتوا تقولوا في اوردر، ما ينفعش يتساب ولا في الريتم ولا في اوردر. هذا القدم ما بيتعملش. محدش يقرا بوستيريور نوسبي، محدش مش هتشوف هنا غير بوستيريور نوسبي. بس انتوا لسه هتقولوا دكتور معلش، هو ده بوستيريور رانوسكي اللي هو بتاع المرايه ولا هو المنظار اللي بيدخل فيه؟ المرايه اللي كان فيها تو كيرفز. تمام. ده بوستيريور ولا بوستيريور يعني ورا راينوسكي، ببص على النزل على النوز من ورا. طب ايه بقى يا دكتور ان انا اعمل الاثنين؟ انا كنت بشرح لكم لايف بوك، يعني انت هنا داخل هتتسال لك السؤال ده على نايت صح في امتحان الريتم او اورا، انا لازم بشرح التفاصيل كلها. اما بتتكلم عن حاجه عمليه؟ لا حاجه عمليه ما بعملش الكلام ده، اهم حاجه بص على وشه تعرف على طول. بالهيستوري اللي اصلا بالهيستوري امها تحكي لك انت بقى تحبها، انت بقى عشان ما تبقى بتعرف. بعدين بالاكزامينشن انت بتبص على شكل الولد على الاير فلو. بعدين تبتدي تريح بعد شويه بخبره بقى، بتعرف نسال اسئله معينه للام حتى ما تعرفش تتش هي تعرف تحكيها، نسالها نعرف منها الوضع عامل ازاي. بس الكلام ده ممكن تطلب بيه الكلام ده كلام عملي انت في حياتك مطالب بالحكايه. لا بس حقيقي المفروض تبقى فاهم كل حاجه. احنا دايما هتلاقي دايما الطب بنشرح كل حاجه سواء قديمه او جديده، ولما تيجي تشتغل انت تبقى الحاجات الريسنت. بس لازم انت ما ينفعش انت الدكتور الطويل وعلى كده يقول لك بصير مصري طول ما اعرفش. دكتور يعني الانتير راينوسكوبي ده انا يعني انا هيفيدني بايه؟ انا هشوف ميوكويد ديسشارج والاورفيس ناس صغيره ممكن اشوفها من بره. يبقى انا كده اتفق يعني هي ايه لا الديسشارج مش هتشوفيه من بره، الولد ما كانش كان لسه ممكن توصل مناخيره، يعني ايه هتشوف ميوكويد ديسشارج جوه؟ اي نزل اكزامينشن لقيت بتجاوب نزل اكزامينشن كاكزام. الدكتور هنا للاسف يعني هنا اكزام اورينتد بالضبط من اولى لسته. اي انزيميشن لازم يكون سي تو بي فور فيلم. لو انت جيت ما قلتهاش في بوينت ما قلتهاش يعني دي تحصل لك درجه، يعني لو جيت فرق دي نوتس في امتحان الريتم النقط دي درجات كل نقطه بدرجه. بعد كده اول اكزيميشن ممكن في اول اكزيميشن اشوف بوست نيزل كنت ديسشارج، ممكن اشوف لو الادويه كبيره قوي اشوف اللي هو الليمت بتاعها تحت السوفت بلد. ايه الاكزامينشن؟ ايه الاكزامينشن ليه؟ متوقعي ليه؟
تاخد الفيوجن او اكيوتاكس ميديا، والقبل تاخد الفيوجن الريتراكشن ممكن الاقي جاست مانيج برين ريتراكشن. حضور كله مش عملتوا غلط؟ حد يطلع ورقه ووراها وراها ليكوا زي ما اتفقنا مع بعض. لو انت بصيت على ميزو كابل، لو انت دخلت وانت عايز تكنولوجي مظبوط، لو بصيت على ميزو فارنج اسمه ايه؟ ميزو فارنجوسكو. نعم؟ ده انتير انجوسكو، انتير ده ايه بالبابل بالعربي كده اسمه باع الامن. بيتحط هنا ويفتح الهيله ويوسع الهيله كده. بس عشان ده تقدر تشوف ميزو كابل. مش سامع؟ عينيا طبعا. اذا حد شيء كده عايز يخلص على شغالين ايه حد شيء كده عايز يرجع على شغالين لو في وقت النهارده انا كنت عامل في محاضره معموله في الكلينيكال للاي ان تي ممكن اوريك ازاي لو انا عايز في وقت بس انا مش فاهم احنا لسه بس في ساينس في لمبه فيه ولا في لمبه بتنور ولا يا جماعه دكاتره الدكتور بيسالني دلوقتي حطيت موعد الامن لو عندي سبورت والهيلة وسعت الهيلة دكتورة ووصيت عشان اشوف مين اللي هتشوف بايه؟ ما بين هو لما ده سؤال طبيعي جدا يعني كلنا لابسين على دماغنا حاجة اسمها هيد لايت وكان زمان بنلبس حاجة اسمها هيد ميرور تسمعوا عنها اوكي؟ فالسورس بتاع النور معاك انت كدكتور ان اكيد جوه اكيد ده جوه لما اكيد والريجيت اندوسكي اللي بتقيس عليه والفليكسبل النور بتاعهم بيركب فيهم بنوصل احنا النور دايركت في الجهاز بيبقى الايد بيبقى الاند بتاعته عدسه بشوف انا من خلالها وفي نفس الوقت لايت سورس تنور جوه الطريق ضمن اللي جوه ازاي تمام واكيد يعني ان يعني دي ما تفرقوش خالص يعني اكيد فيهم يعني طب انت عايز حاجه؟ خلاص عشان ده كده انا دكتور هوس دي بوينتس لو كنت مدام بيت مجال سؤال ده ليه معقوله دي بروس بيت الفيلم ابتديت من اول شكل العين وداك عليا من بره من بشوف اعمل ايه نزل اكزامينشن بقول اكزامينشن دي اكزامينشن وهقول حاجه كان سوبر اكزامينشن لو موجود تمام طب انت برضه حقيقي معترض تاني احنا في شغلنا احنا حقيقي بنعمل ممكن نعمل عمل انسكوب على طول وفوق كل ده واعمل اكزيشن بتيجي على طول داخل الانسكوب واشوف لو في حد منكم غير الاربعه اللي فات حد فيكم طلع اشتغل معانا شوف دكتور محمد عيادي لما عمل انسكوب اكزيشن للبيشنت بس وعوض بيه بس انت لو جيت انت في الامتحان يقول لك هتحاول تكزامن البيشنت عنده نونس قال له انسكوب اكزامينشن افرضي في حته ما فيهاش انسكوب هنعمل ايه؟ وان الحمد لله الدفعه دلوقتي اظن 1500 مش 1500 طالب تقريبا لا سقط منهم لا ناس كتير بقى 1200 مش عارف والله يعني لو قلت 1200 انت عندك حوالي لو انت عندي نبات القصر العيني يعني نبات معهد اورام على الاكاديميك بس 200 واحد بيتعين والباقيين بيتوزعوا وزاره الصحه في ناس بتروح في وزاره الصحه في اماكن هو اخره اقرام بالجهاز ومعزه اخر حاجه دي يعني كوندم اصلا وفوربيدن بالالم الفظيع اللي الطفل بيحس بيه دي اسمها دي اسمها دي اداه التعذيب عند الفراعنه الديجيتال بيشن في واحد من البروفيسورز تير ناو بيأخذ السؤال في الاوضه ايه الديجيتال بيشن ايه الديجيتال بيشن؟ ديجيتال؟ ديجيتال يعني ديجيتال صباع. بالبيشن يعني احساس، احساس بالصباع. لو احنا بس لو اي حد من الرجاله يجي لنا. لا انا بحس
يحمل كده جدا مش عارف يشتغل مش اكيد طبعا يعني دكتور صبحي دكتور بهاء انا بشوف ان الدكاتره خليه يقف يا دكتور عشان انا مش شايف يعني المفروض امسك البيشنت كده ولفت فوق على الاخر ما تقلقش هو على الاخر انا همسك بره تمام وادخل الاندكس بتاعي كده اهو وركبتي بعدين اعدي سوفت فلت بعدين كده اهو احس الادينويد بصباع تمام دي اسمها ديجيتال فيشن دكتور مش تقريبا في اللي هو هو يرجع بقى في البرنامج بتاعه نعم ده اصلا عملية فيري 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 بينفول لدرجة ان هي دي كوندم من زمان بس انا بكتبها هنا ليه زي ما قلت لكم حتى غالبا مش هتلاقوها في الكتب بتاعتكم انا مش عارف تبص على كده ولا لا بس في واحد بروفيسور بيسالها في الاوضه ايه هو ديجيتال بيشن شو بتقول ايه تمام كده قلنا كلينيكال بيكتشر قلنا سيمبتومز قلنا كده ساينس لازم الحاجات دي في اي نيزل اكزامينشن تو بي فولفيلد بالكامل اوكي متوقع الولد هعمل له ايه؟ انفستيجيشنز بقى دكاتره اللي فاكر الصبر واحد عيل عنده لحميه وانا عايز اعمل له حاجه عايز اعمل له انفستيجيشن اعمل له ايه؟ اكس راي و طبعا الصوره قد كده ما اعرفش انت ليه مبين لي ليه؟ ما عملتش حاجه خالص طب وليه اكس راي انا مش فاهم كل الحاجات دي مش نافعه غير اعمل اكس راي الموضوع ده كبير الصراحه احنا فكري دكاتره الورم ناحيتين حتى بص حتى بتكتب لي معايا برضه نفس البسط مش بسطالك برضه نفس البسط. احنا دكاتره دكتور لازم ندرس موضوع وندرسه على بعضه. ما ينفعش شغل الفهلاوه شغل الدايجست بتاع الفارماكولوجي في حد فيكم شغل الدايجست بتاع الفارماكولوجي؟ الحمد لله ما كانش على ايامكم. لا اللي هو كان الفارماكولوجي كله معمول في 30 صفحه. كانوا بيدخلوا بيه الامتحان. حلو كل موضوع عباره عن خمس نقط وبس. شغل الدايجست ما ينفعش، لازم ندرس حاجه على اصولها. لازم تعرف افرض انت كل سيمتومز ليه؟ عنده بارشال نيزل اوبستراكشن بس ساعات يبقى ساعات بيبقى في سنور بس ساعات لا عملت اكزامينيشن انتيريور اندوسكوبي طبعا شفت شيرني جود ديسشارج ما عندكش اندوسكوب ما عندكش بوستيريور اندوسكوب مش هتعمل ديجيتال بالبيشن وانت مش متاكد ها هتعمل له ايه؟ طب عادي الدكتور ما عنديش اكس راي يعني مش هلاقي الراينوسكوب ولا اكس راي 70% من الالات الانف والاذن ما فيش اندوسكوب تمام بس الاكس راي بكام؟ 10 او 20 جنيه الفليكس والفليكس والاندوسكوب اللي وريتك صورته في الاول ده 58000 الريجيت بتاع الشورز دلوقتي 38000 هتجيب ب 30000 هتعمل ب 20 جنيه اكس راي بس مين لازم انتوا ملمين بالكلام ده كله مش موضوع فلوس طب ما نعمله السي تي بقى بالمره لا ليه يعني انت عندك حاجه بتبين فيو في دقيقه واكزامينشن تكلفته والطفل يقعد يعمل فيه نص ساعه والتكلفه قد كده حرام يعني انت عشان تاخد منهم عمرك قد كده في الكشف هتكلفهم كمان ولا تلاقي مشترك انت في سنتر فيديو ولا حاجه دكتور المفروض اطلعها ازاي بعد كده؟ ما هو بعيدا بقى عن الفلوس دكاترة الورق مش انت الورق ما كان ده كله مكتوب في الكتاب هتلاقي مكتوب بدون نص على الكتاب بدون مجال الشناوي كتاب الاسم القديم لو حد عنده منه ايه ده كتاب اسمه والله؟ بس الحمد لله محدش بيحفظ بنعمل اثنين اكس راي لاترال فيو على النيزو فارنكس سوفت تيشو ويندو يعني سوفت تيشو ويندو يعني بندي كمية راديشن بسيطة عشان تبين السوفت تيشو لو بصيتوا ورايا هتلاقوا في اوباسيتي تمام سنتر على الروت والبوستير روت على النيزو فارنكس صح؟ اهي ده كده النيزو فارنكس كعض شايفين دي؟ اوكي ومفروض كان ده الاير واي كله الاير واي بقى مختصر فئتين ايه دي؟ حسب الموضوع ايه دي؟ الحمد لله
شفت الاكس راي لو انت قاعد جنب المعزه وبعت تعمل اكس راي ب 10 جنيه هتشوفها ازاي؟ بعد كده نعمل حاجه اسمها فيوتو جيومتري المفروض دي حددتها بالتفصيل ده نعمل اكزيميشن لل تيرينج بنعرف نفرق بيه الاكزيميشن ده هل عنده اكزيميشن عنده كوندكتيف هيرنج لوس ولا سنس نيورال هيرنج لوس تمام؟ العين ده لو عنده تانس ميديا وفيوجن هلاقي كوندكتيف ولا سنسوري؟ حد في الرجاله عايز يقول اي حاجه تاني؟ تلفانومتري دي بنقيس بيها الميدل اي كومبلاينس بنقيس بيها بريشر انسايد ذا ميدل اير توقعوا ما يخص يعني انا عارف انتوا عارفين توقعوا عين زي ده عنده سكند تيوب كونستراكشن يبقى الضغط في ميدل اير نيجاتيف ولا بوزيتيف ولا زيرو؟ نيجاتيف. هعمل له ايه؟ خلاص شوف عنده قد كده عمل له اوبستراكشن عمل له بروكاسميديا وسفيوجن ايه العمليه اللي هعملها له؟ ادينويد ادينويد اكتومي شيل الادينويد ممكن طبعا ممكن اعمل اطفال دي بيبقى معاهم كمان سيمتوز باتس ريكانتوسايتس او كونتوسايتس ممكن اعمل انوكوسايتس طب الاغلب بيشتغلوا مع بعض صح؟ سواء لا الشغل ده اسمه شغل السوق ده لا شغل السوق ده احنا مش دكاتره خالص احنا بنعمل عمليه اكوردنج تو حاجه اسمها انديكيشنز هل البيشن ده انديكيت ولا مش انديكيت بس عنده انديكيشن ادويه بس عشان نايم بس عنده انديكيشن تونسلكت بس عشان تونسل بس عنده انديكيشن الاثنين عشان الاثنين دكاتره اللي في اخر صف ما عنديش اي مانع الناس قلت لك لسه قلت لهم متاخر قلت لهم ما فيش عين غياب كلكم خدوا اللي عايز حد يحط رقم صاحبه يحط بس لو تقعدوا مركزين عايزين تلغوا خالص. هي مالهاش ميديكال تريتمنت؟ نعم؟ مالهاش ميديكال تريتمنت في بيشن بالمنظر ده مش هيجيب حاجه مش هيعمل حاجه خلاص ده حصل انفكشنز كتير تمام حصل اوستراكشن حتى تسميه ديستريبيوجن الطفل ليل ونهار فاتح بوكه في سنورنج بدأ يحصل سكول ترديشن خلاص أول حاجة إيه في البريباريشن المطلوب؟ أي طفل أي حد في الدنيا داخل جامعة عملية بعمل له لابس بشوف لابس طب بره إيه؟ أعمل بلاك بيكتشر تمام؟ أعمل إيه في الدرجة أشوف بره إيه؟ أكتر حاجة بتخوفنا دايما حالات الليل والرحمية الدرين دايما اهم حاجه عندي فين بروفايل فين بروفايل بالذات في الاطفال عشان لو في عنده هيموفيليا ولا عنده بتاع فين هيموفيليا يعني هيك طبعا مثلا فين شوف ليه تقريبا هو في ناس خدتها وفي ناس واحد وفي ناس خدتها ونص ونزل اللي غلط قدامها ضعيف سبحان الله دايما دايما احنا في البطوله السادسه سلايم محدش يفتكر الاناتومي او كانت حاجه كبسه على نفسنا ولحظت والفسيولوجي حاجه ولحظت والباثولوجي حاجه ولحظت احنا لغايه الدكتوراه وغايه امتحان الدكتوراه ان احنا ندرس احنا اوريدي بنشرح بنشرح المواد بتاعتنا المذاكر بنذاكر باثولوجي حاجه هتلاقي بالنسبه له الشرح سهل احنا دايما بندي فوق بعض وانتم مش لازم تشرحين ده كنتوا امبارح يعني طبعا بتاعتين ده راكد جنرال انستيزيا بيبقى سوباين والهيد بيبقى سلايتلي فليكست اوكي انا مش بقول التفاصيل دي انتوا تفاصيل تفاصيل دقيقه مش مطالبين بيها انتوا مطلوب منكم تفهمين البرنس بتعمل ايه بس انا جاست بشرحها سريعا متخيلين الموضوع عامل ازاي ولو حد منكم جه عندنا عمليات هيشوف الكلام ده بيطبق عندنا ايه الانديكيشنز بتاعت الالوينديكتومي من اول هنا بقى كتير كلام يبقى مهم ده ممكن يتسال فيه حد ما انا اتصل فيك انا صوتي صوتي راح حد يقول ايه الانديكيشن قبل الانديكيشن لا انا كان قبل الانديكيشن مش نسريكت وانت دخلت حاجه غلط هو لو حجمها زاد يا دكتور عملت شوف ده اللي بتقول عليه ان هو ان الدرس اسهل مما يمكن مش محتاج حفظ اللي عم نقول لو حجمها زاد لو كبرت لو انا جاي وخدت ليه فيوجن لو جاله مشكلة تشتيب أبنية لا أقول أنا صوت عندنا هنا خلينا نقول لنا أصحاب علي صوت بحتك علي اللي هو الحين فش أيضا عم فصل أعلى من فش ما فش من الأول بعد الرد آه
ايوه بالظبط. ايه كونتر انديكيشنز؟ ان انا قلته بروفيليا. ده اللي بتقوله، ان تلاقي دايما لما بنصلح الورق بتاع استعراضها تلاقي واحد باين عليه كان محافظ باين جه في حته حصل له باك اوت، اخد باك من الورق حته كده وقعت منه تلاقي سابها فاضيه، وتلاقي واحد تاني باين من طريقه ان هو مش حافظ هو فاهم وقادر يحط البوينتس المهمه تحت كل عنوان، تلاقي ده في الاخر جاب احسن من ده. الطب حفظ بس نظام الدش بتاع الثانويه العامه ده والله ما بيه، عايز اقول لكم يعني نادرا من اول الثانويه العامه اللي بتاع اول كليه الطب في الاخر على الساعه 7. ايه تاني غير بتاع الدكتور قال ايه؟ هيموفيليا بينج ديس اوردر. دكتور معلش، هي الهيموفيليا دي ده ما بتنتجش لاي عمليه بقى مش جاست سؤال. طبعا بتقول عمليات، فيها عمليات عندنا اسمها عمليات، تبقى عمليات فيها عمليات بنسميها ليدي اوبريشنز بيلينج فيها زياده سواء الادينويد سواء التونسل. انت لما بتشيل الادينويد او بتشيل التونسل انت بتسيب كده رو اريا، انت مش بتعمل عمليه وبعدين هتقفل وبعدين هنضيف وتحط دريسنج، لا انت سايب رو اريا مفتوحه منها للجو منها للاكل، فهي اصلا العوامل اللي حواليها بتساعدها تنزل. فتخيل بقى عيان ما عندوش كواجيليشن وحصل وريبورت هنا في القصر العيني ان احنا جالنا عيانين عاملين ادوينج ديكت من بره مش بروبلي انفستيجيتد معموله بره سوري يعني تحليل السلم، والولد بيجي جاي في هايبو فوليميك شوك، عارف يعني فوليميك شوك؟ يعني نزف 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 دخل في هايبو فوليميك شوك من الادوينج. نعم؟ بيبقى في حاجه اسمها بري اوبريتيف بريشن للهيموفيليا، ده احنا بنعملها للطفل يكون هايلي انديكيتد، يكون هايلي انديكيتد، وده كان عندنا كده واحد السنه اللي فاتت كان هيموفيليك وكان هايلي انديكيتد ادمنتوسلايتومي، دخلناه حجزناه وكلمنا ركزات ضبطنا عليه فضل محجوز هنا في الاسم ده اسبوعين بيتحضر قاعد يعني بياخد بلازما وبياخد فاكتور سي قعد اسبوعين تحضير كامل عمليه ليوز. بس كونتر انديكيشن هيموفيليا دي اهم حاجه بريك ديس اوردر. تاني حاجه الكليفت بالت برضه ده نفس كامل هتاخدوه اسمه كليفت بالت، ويبقى فيه البالت تبقى مش كامله بتلاقي فيه في النص فرق اكوردنج بقى الحجم اللي هو انكمبليت فيوجن بتاع البالت، ممكن يبقى بتاخد طولها كله او نصها او اخر حته فيها، ممكن يبقى بيك ديوبيلا. ليه بنخاف نعمل الاريكتومي في عينيه كليف بالت؟ درس كامل. لا عايز تقول حد ما خلاص مش كل حاجه ده يعني شويه نيورونز تنور كده. العيان ده عنده اوبستراكشن بالنيزو فابريكس. عينيه كليف بالت لو انا شيلت الادينويد هعلمه وين اوبستراكشن لكومبليت اوبننج. هعلمه حاجه اسمها رانواليا كلوز قلناها في الاول فاكر رانواليا كلوز؟ اي حاجه شرطه. هعلمه رانواليا ابيرت. من الكلوز يعني انا ابيرت. لو حد فيكم شاف عيان رانواليا ابيرت عيان يعني معروف سواء ايه اقل حاجه عنده النزل توم دي اقل حاجه. في بقى عنده ريكارنت تيس ميديا وسفيوجن ريكارنت تيس ميديا، والهم ده كله ريجستيشن ده كل ما يشرب او كل ما ياكل الاكل مش بيجي من مناخيره عذاب يعني. يعني هل ده نويت تبقى اكتر ثلاث لما تبقى موجوده؟ الادينويد بتبقى اكتر كليف لو عيني عنده كليف وعنده ادينويدز ممكن الادوات تعوض الفرق بتاع الكليفت اللي هو الفيو فينجر انكومبتنس تعوض الانكومبتنس. لو انت شلت الانت ادوات قلبته من انا اللي قفلت انا كلوز انا قفلت كل ده. انا عارف انتوا في الاول انتوا واخدين كان ده عنه غريب، هتشوفوا انتوا لما تيجي تذاكروا ان شاء الله المواضيع دي بسرعه بتاعتكم فتقدروا كلهم تذاكروا مع بعضها هتلاقي الدنيا كلها هتتربط. ودي ادي موضوع تاني هو موضوع تالت هو بتاعنا بين مولر ادوينز اللي هو الكليفت فرق، وده سؤال مهم برضه كليفت فرق. دكتور في الكتاب انه يعني بيقول لك لو ما تبناش في كليفت فرق حتى افتر ريبير حتى لو حصل الكليفت فرق عملية. اه معاك. ليه؟ لان المسل اكشن برضه يعني عمره ما هيرجع 100% هيفضل برضه عنده انكومبتنس. انت اه هتصلح هتقلل له سيمبتومز ممكن ريجستيشن خلاص يقف بس ما زال المصدر باور ما بيطلع البلد المفروض بيطلع في نزو فارس مش هتطلع 100% هتعتمد برضه على وجود الادينويد ان هي
يكمل لك النقص ده في عدم وجود الانوانيه تبقى عنده نفس المشاكل. اه ممكن هتقل مع الفيل بس هيبقى لسه موجود. دي تكنيك زي ما قلتلكم انا بس بقى انتوا صاحبين بصوا ماشيه ازاي. دي حاجه اسمها انوانيه كيوريت. الاتش ده بيبقى فيري شارب. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنحط الكيوريت في النيزوفانس ونخلي الادينويد تبقى بارزه هنا في الحته اللي هي الاوبننج دي ونبحثها عشان اسمها ادينويد كيوريت كحادق اللحميه والعمليه اسمها كيوريتج ونبحثها. تمام بس ده مش حسب من كده في التكنيك. يا دكتور هو مش بروسيجر اكيد بتقفلوا الاير واي او كده عشان الدم ينزل في الاير واي. نعم مش بتخافوا الدم ينزل في الاير واي يعني حاجه زي اللي هو مثلا اه ده الكبسوله دي تفاصيل كتير مش مين كام اه في تارتس على رابعه في رابعه وخمسه وسته مطلوب منه برنسبل اوف سيرجرز مش مطلوب منه ديتيلز. لو انت قلت ديتيلز قلنا لك الماجستير هيقول ايه؟ دفع مع 5 و 7 انتوا مطلوب منكم برنسبلز تعرفوا اي عمليه ايه الانديكيشن ايه الكونتر انديكيشن طبعا الانستيزيا والبوزيشن ايه البرنسبل بتاعها بتعمل ازاي وايه الفولو اب وايه الكومبليكيشن فايل. دي عناوين هتبدا فيها تكرر معاك لغايه ما تبدا سنه 6 وتمتحن نفس اسالك سيريكمي نفس العناوين دي هي سته. بوست اوبرت فولو اب المفروض ندي انتي بيوتيك وندي دراجز ميديكيشنز تو ستوب بليدنج. تمام كومبليكيشنز اهمهم على رأسهم بليدنج اهم اول كومبليكيشن دي اهم كومبليكيشن. ده منظر العيان اندوسكوبيك ودي الادرينال بعد ما اتشالت. متخيلين هتقولي لي هنا هتقولي لي ما اتشالتش القاعه اكبر من الموجود صح؟ ان احنا لو فكرت دايما ده ريش اندوسكوبي فاحنا شايفين ناحية واحدة داخلين ناحية واحدة بننزل كذا. ده السيبتوم فلسه في قد دي ناحية تانية. ده منظر بعدها تشيفت. أهم سؤال اللي احنا قلناه النهاردة الإفكتس والبرونج بايلاتر ليزر أوستراكشر. برونج حد اول حاجه اتكلم عليها ايه؟ اللي احنا لا لا انا بتكلم كل دي انا بتكلم على البرولونج ايه مطالب نعم؟ ايه ما دي كلها في شكل الاستراكشر. انا مش انا لو قال لك برولونج مش نيزل استراكشر اول حاجه هتقولها لو فيشز فاكر لما كتبت انا بين قوسين برولونج نيزل استراكشر. ده سؤال من حاسه اول حاجه هتقولها الادرينال فيشز وهتشرحها بالكامل. اوكي تاني حاجه هتكلم عن اوبسكسيف ابني. طبعا الاسئله دي بتيجي اسئله اخر سنه مش اسئله مش اسئله تاون فانت في اخر السنه ده كله دكتور هو الاند راوند بيبقى في المنهج كله ولا في تيرت زي ما قلنا في الاورينتيشن انا لكم ايه السنه دي؟ كان في محاضرة برزنتيشن أول يوم في المحاضرات. المفروض إن إحنا كنا ماشيين عليه في السنين اللي فاتت إن امتحان الراوند بيبقى كله. أظن هو هيكون فاهم. دكتور هو في شغل إلزام في المحاضرات؟ طبعا. طب ده طب ما تقول لنا معاك أنت. والله شوف إلزام ده اخترعوه أول سنة اخترعوه كنت أنا وسبعة. موجودك فيه. ورحنا اعترضنا عليه وقلنا يا حرام ورحنا عملنا هو اعتراضات ورحنا عليه الكلية وإن هو اللي يشوف الإكزام ممكن يجي في يوم ده عيان. هو عيان مش. عارفين لو يشوف الإكزام مش عارفين. وأنت عيان. ما أعرفش ما أعرفش ممكن كان مش فاكر طبعا. واللي بعدين اشتكى واللي بعدين اشتكى لغايه السنة اللي فاتت اشتكى. لا سافر مش شوف سافر توماس كان اصلا مش ربنا ممكن يكون جميل اصلا. انتوا عارفين دوحه سافر الدوحه الصغيره. لغايه الدوحه كل سنه بيشتكوا نفس الشكل. رئيس الاس بيجي الصبح يقوم يقرر ان ما حطش فيه اكزام. بيروح واخد مدرسين مساعدين موجودين في الاس ونازل على المدرج يروح قافل الباب يا ابني وتقفل لك طبعا ورقه وقلم.
امتى بقى انت حظك. بس على فكره ما تفرقش، انتوا بتتكلموا يا دكتور بتقول لي زود تقريبا 5 درجات شوف كيف زين. يعني انتوا يعني عايز اقول لك سنه 6 كان بحالي 1800 نمله، فانت يوم ما بتعطس بالورقه بتشيل لك 30 نمله بتعطس. بس اذا اخذت الصبح الكوره جوت حياتي خدت بس 70 من مني، فخمس نمر ايه يعني يا راجل؟ بالظبط. رايح حاجه فيها سبيجن تشيس دي عايز اقول بس انا فيها وقت صغير قوي. دي حاجه بتحصل في البرومت نيزو اوبستراكشن او برومت ايلوي اوبستراكشن، بيحصل ان الاسترنال تبقى بروسرودد وبيحصل سيرفس هنا سب كوستر من كتر ما الواحد بيحاول ياخد نفس جامد ويشغل الاكتشن ماسك سبيشن جامد مش عايز يفتح اجينست انت في بريشر. عايز يحاول يا دكتور. نعم. هو ليه بيحاول المفروض يتنفس البطن؟ لان احنا قلنا في الناس في الاطفال في الانفنت بيبقى الماوس بريز بالنسبه لهم فيري ديفيكت، لازم يبتدي الاول يطلعوا النقطه يحاول يتنفس من النوز ولما يجي يكبر يعرف الكوره بريز. والمشكله الاهم والاكبر اوبستركتيف ابنيا. اوبستركتيف ابنيا طول ما هو نايم هو مخنوق مش عارف ياخد نفسه، عمال الاكسس ماسك بريسبريشن عمال تشتغل اجيست نيك بريشر والهواء بيدخل بصعوبه قوي. طب مره في الثانيه في الثالثه يحصل اسمها فيجن تشيست. طب في حاجه مالهاش علاقه بالانف والاذن، الموضوع في الجراحه كان زمان اللي بيشتغلوا بيصلحوا الجزم كانوا يجيبوا زمان قوي لما كان زمان يجيبوا حاجه زي عمود كده يحط عليه الجزم ويدق على كعبها يقعد يدق يدق يدق. بعد سنين من ده تلاقي حصل هنا ديبريشن في الاسترنال، ديبريشن في الاسترنال مكان ده بيدق على عمود. فدايما اي حاجه برولونج وفيها على طول بتعاد مرات ومرات مئات المرات غير ان انا بعد شويه تيجي الجسم يحصل ادابتيشن للوضع اللي هو فيه. ده الواحد التشيست وول عماله بتحاول تكسباند بتحاول تكسباند بتحاول تكسباند ضد كونستراكشن. يبتدي يحصل هنا سب كوستر نخصص ولا شويه بس شويه ايوه ايوه ايوه. تاني حاجه يحصل ان الاسترنوم يحصل اكسكوشن لبره بيسميه بيجن تشيست. بيجن اللي هو فكره حد لو حد فيكم بيحب يلعب بطيور خلاص انا هوريك فيديو واحد وبعد كده دي لادينكتومي. ده فيديو لادينكتومي بتعمل ازاي عشان تفهمين الوضع ماشي ازاي. ده المفروض كده هو نايم على ظهره في الموبايل هنا لما بنحط ماوس جاي بنفتح لفوق. دي ستيب زياده ممكن لو عندي اندوسكوب او في نفس الوقت معايا اندوسكوب باصص من خلال النزل كافيتي. ده ريجن اندوسكوبي. ادخل بقى بمايكرو ديفرايدر، ادخل بلانيك كيرنت، ادخل بكوبليشن، ادخل بايكولر كلهم واحد. الفيديوز دي ما لو حد في حد يدخل على اليوتيوب كده ادرينالكتومي هيلاقي يعني مئات الفيديوز. ده الماوس جاي بيفتح بيه البوك بتاع الشارع. بينسيرت دلوقتي سكشن كيو عشان يعمل اليفيشن بصوت بلد. دي المرايه بتاعت الاندايركت. المرايه دي المرايه اللي فيها سبريت عشان يبقى عامل دايركت فيجواليزيشن بين ادينوي انترا اوبتر. ادي الاكيوريت بدخلها بعين وهلاقيها دلوقتي الادينوي. الاكيوريت بتاعت الادينوي هي الادينوي اللي طلعت اهي بس وقعت من الانترا بين التونسلز هيشيلها بالفورسز. هي دي الادينوي. بعد كده هنحط باك والهيموستيزس. هي دي بس الوقت دي ادينوي. نعم ده نفس الفيديو. ثانية واحدة. ده نفس الفيديو هو نفس العملية.
مش هتقدر. ممكن نحط انسكوب اكزامينشن دي هنعملهاش في العمليات دي. التصوير ده كله معمول ليكم ده تصوير ديمونستريت ليه عشان تفهمين ما بقاش ازاي. هنحط الانسكوب من خلال ثرو النيزل كافيتي وهنشوف نفس اللي كان بيحصل من بره ده بس من جوه. دي الديرمنت هو هيدخل دلوقتي تحت الديرمنت ده الفلور هيمشي على الفلور. شايفين دي كده ايه دي ايه المس اللي ورا دي دي ادينويد والفتحه دي الايدج بتاع الفتحه دي ده اسمه ستيل بوينت تمام. دي فتحه النيزل كافيتي وستيل بوينت ودي الادينويد سدها كاف تماما. هو دلوقتي ماسك فورسز وبيحرك الادينويد عشان يوريكم الفرق بتاعها على الكوين. دكتور اما بيكبروا بيكبروا الاثنين مع بعض ولا الاثنين؟ لا الادينويد ولا هو واحده؟ لا هي الادينويد واحدة بس سايت واحد بس. انت لما تدخل تبص من نزل كافيتي انت عندك ستة هنا وستة يعني ستة ونزل كافيتي هنا ونزل كافيتي هنا فانت بتشوفها على نصين. بس احنا لما دخلنا بالصورة الأمامية خالص كان فيها اناتومي دخلنا بصينا بالفليكسبل جبتها لك بصورة واحدة زي اللي كان جابها دكتور طارق. كان في كده دكتور فكرني في سنة أولى في الأولى بتاع الاناتومي قال لي واحنا عندنا كم مدن؟ كم مدن؟ والله ده النيل في ناس قالوا اثنين وكم اسمه ايد بون؟ كم اسمه ايد بون؟ كم اسمه ايد بون؟ لا رد انت انا لا لا 10 طبعا في 10 بيتكلموا هو معايا اسمه بون واحده اسمه بون واحده. هو احنا عندنا اسمه ساينس كده اسمه ساينس هنا بس كربون. لو رجعت لسنه اولى كتاب الاناتومي ثانيه ثانيه شوف الزهايمر ده رجعت سنه ثانيه للسين سكال بونز اتمنى ان تفهم تمام. خلينا نرجع على الايه بتاعتنا عشان دلوقتي مش هتعمل الصوره خالص. دي نفس الصوره عشان محدش يتلخبط يبقى كملوا المنظر منظر الصوره بس هو لف الكاميرا. المنظر اللي هنشوفه الاول كان منظر عادي يعني هو عامل احنا شفنا احنا الترمين فوق والفوق بتاع النص تحت. احنا خاطر بنشتغل ادوات فوق راس العيان يبقى العين نايم كده وراسه بقى عندي هنا كده وانا من فوق فكل حاجه بتبقى ابسايد داون. فهو دلوقتي لف الكاميرا عندنا زي الدكتور تمام. هتشوف الفلو بتاع النوز فوق والترمين تحت من هو سوري ده البرين اوف فيها الادينويد وبيعمل لها روكينج عشان تشوف الفرق. نفس الصوره بالمقلوب اهي ادي الادينويد كيوريت هي داخله احنا شايفين دلوقتي جزء منها يعني لو انا هتاخد الادينويد كلها طبعا ما ينفعش اصور من ناحيتين نزل كاف دي مع بعض. الادينويد كيوريت دخل خلاص عدى المكان الادينويد وبعدين هيكمبرس ويعمل كيوريتج ليها خلاص هو كده قطعها لمكانها وادي شكلها. لو اي حد عايز يسال اي حاجه ده ساكشن تيوب ساكشن تيوب دي كل ده معمول دي عمليه معمول فور ديمونستريشن دي معموله عشان ميديكال ستودنتس. هو حاطط ساكشن تيوب من خلال النوز طلعها من اول كام تمام. استنى خلاص عشان الشرح الدكتور اللي عايز فضا يخاف لا اللي عايز فضا ما يركزوش لازم يمشي لا اتفضل هو الراجل عايز يسال الراجل المجتمع عايز يسال لازم تفضل يطلع. نعم. هو دلوقتي الصورة حاط السكشن تيوب
هتعمل مثلا كارت هتلعب الكره كارت ليه؟ عشان لما يربط على بعض هيحصل طبيعي هيحصل ايه؟ اكتر حاجه صوت في الموضوع هنا صوت بقى هيرفعها لفوق هتشتبك لفوق هتبعد عن سفير فرنج الرول تمام؟ بعدين ما حاطط هنا ايه؟ مرايه الانفايرمنت مرايه السترينج اوكي؟ كل ستيبس زياده كل ستيبس دي ممكن ما تعملش انا اصلا ما بنهاش دي ستيبس فور الاستريشن اللي هنعملها انا كنت جنبي واقف واحد صغير عشان هو بيتفرج نحط مرايه الانفايرمنت نحط مرايه الانفايرمنت بصوت بلد مرفوعه اقدر اشوف النيزوفارنكس والادينوين اشوفها كهام قدامي بس بقى هام تحت ان مع ظهره بشوف هام كده تحت بين الحاط الادينوين كيوريت ساعتها انا دلوقتي كده بحطها اندر فيجن واكحت ادينوين بطلع بيه احنا حلقتها بنشتغل ازاي؟ احنا بنشتغل بلاين بلاين كوريتج وبعد كده بنحط صباعنا اللي هي فكره ديجيتال بنتيشن التوبهات بس اندر جي انستيزيا ما فيهاش اي حاجه لا مش حاسس بحاجه بحط صباعي اتاكد ان ما سبتش اي ريمنت من الدنيا ورا سموث وبعد كده احط الشاشه عشان اعمل هيك انستيز بس كده. طب دكتور معلش هو بجد بالنسبه للاوميتنج ريفلكس الفوميتنج ريفلكس جنرال سيتي كومبنج؟ لا ماشي. اه اوكي. هو لازم جنرال ام سي بالظبط. دلوقتي ما هو ديش ده فكرة جنون ده طبعا ما حدش بيعمل بس خليه بوش يحصل فوميتنج انا اصلا انت لو شفت لو شفت الكامبين لو تخيلت لو تخيلت الفين هو غالبا الولد هيوريكم في شوك قبل يجي له امه يعني تخيل في الحقوق على تاني وتاني وعامل اكسنشن للقتل حاطط صباع ورد صوت بلد يعني هو اصلا هيكون كنت ساعتها هيكون عنيف جدا اندر جنرال انستيزيا مفيش اي ريفلكسز مفيش اي سنسيشن اعمل انت عايزه يطلع بره دلوقتي بيعمل له ريتكتومي اندر لوكال وتونسيلكتومي اندر لوكال بس لو شفتها قد ايه تعذيب للبيشنت والخاين انت عايز صغير وانت عمال بتفتح بقه وعمال بتضحك كده ورا صاحب وعمال بيدق دم ومرق الدنيا دم يعني كفايه الشوك النفسيه هيطلع منها انسى بقى البين وانسى كل حاجه كفايه الشوك النفسيه هيطلع منها. نعم؟ هو بيعملوها كده في الهند ما اعرفش ليه هو نور مطلعين بيها قوي. بس حد يسال السؤال تاني؟